السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله نقوم بشرح بعنوان طور مهاراتك على برامج أوتوكاد مع هذه اللمسات الاحترافية. نذهب مباشرة إلى برامج الأوتوكاد، أقوم بإنشاء أي شكل وليكن ريكتانجل. من هنا أقوم بعمل ريكتانجل هكذا، أقوم باختيار الريكتانجل، ثم أقوم بعمل أي أمر له وليكن روتيت R أو إنتر. أقوم باختيار زاوية الدور ولتكن هذه الزاوية. الآن أريد أن أقوم بعمل سيلكشن لهذا الشكل بطريقة أخرى. أأتي إلى الأسفل، أقوم بعمل الأمر، مثلا أمر روتيت R أو إنتر. لا أقوم باختياره، ولكن من شريط المهام أو شريط الأوامر أقوم بكتابة حرف B. انتر. نلاحظ ثم اختيار او عمل سيلكشن للشكل. انتر. اقوم بعمل كذلك بعمل روتيت له. الان اذهب الى شكل اخر مثل سي او. انتر. اقوم بعمل نسخ لهذا الريكتانجل. نفس الشيء اقوم بعمل سيلكت للشكل، ثم اتي الى اسفل شريط الاوامر، اقوم بعمل الامر موف مثلا. انتر. اقوم بسحبه الى أي مكان وليكن هذا المكان، ثم أريد أن أقوم بعمل سيلكشن لهذا الشكل. لو أأتي إلى الأسفل أقوم بعمل مثل موف إنتر، عفوا موف إنتر. لو أأتي إلى الأسفل وأقوم بإدخال الأمر بي إنتر، نلاحظ ثم اختيار الشكل الأول، ولكن نحن نريد أن نقوم باختيار الشكل الثاني. كيف نقوم بحل هذه المشكلة؟ نقوم بعمل بعض التريكات. سأقوم بإنشاء مجموعة من الأشكال، المجموعة الأولى مثلا هذه المجموعة الأولى هكذا. أقوم بإنشاء مجموعة ثانية لتكون هذه الأشكال مثلا هكذا، شكل أو أشكال أخرى هذه الأشكال مثلا. نفس الشيء أقوم بعمل أشياء أخرى هكذا. أأتي إلى الأشكال الأخيرة مثلا بالبولي لاين إنتر هكذا، وأعطي كل شكل لون الأحمر الأصفر هنا الأخضر هنا أعطي اللون السيان، وهنا أختار الأزرق أو الماجنتا أحسن لأنه واضح أكثر. ثم أقوم بإنشاء جروبات لكل هذه الأشكال، يعني كل مجموعة من الأشكال ذات اللون نفسه على حدة. أأتي إلى الأسفل أقوم بعمل جروب إنتر، أختار هذه الأشكال، ثم أأتي إلى الأسفل أختار نيم، أقوم بإعطاء هذا الجروب نيم مثلا أقوم بعمل A1 إنتر. نلاحظ هنا تم إنشاء الجروب بنجاح. أختار الآن الجروب الثاني نفس الشيء جروب إنتر، هذه الأشكال. أأتي إلى الأسفل Select Objects or نحن نختار Name، أعطيه A2 Enter. أذهب إلى أشكال ذات اللون الأصفر نفس الشيء Group Enter، أختارها من هنا نفس الشيء Name A3 Enter. نلاحظ هنا تم إنشاؤه بنجاح. أختار الآن ذات اللون الماجنتا أو أقوم بكتابة أمر جروب إنتر، أختار الأشكال نيم A4 إنتر، كذلك الأشكال أو الدوائر ذات اللون الأحمر جروب إنتر، أختار الأشكال من هنا نيم A5 إنتر. تم إنشاء 5 جروبات. الآن نأتي إلى الأوامر، مثلا أريد أن أطبق الأوامر على هذه الأشكال، أختار مثلا
move واختصاره move، أو يمكننا عمل ذلك من هنا من الأعلى move select object. نحن نريد أن أقوم بعمل ذلك بطريقة احترافية، أقوم بكتابة الآن هنا الحرف جي enter، ثم نقوم بكتابة الأشكال التي نريد أن نقوم بعمل اختيار لها ولتكن اي 2 enter. نلاحظ ثم اختيار الدوائر ذات التسمية اي 2، نقوم بعمل أشكال أخرى مثلا او rotate enter select objects، قم بكتابة الأمر group enter group name وليكن اي 5 enter. تم اختيار الدوائر ذات اللون الأحمر أو ذات التسمية اي 5. نفس الشيء مثلا move enter objects اي، أو نقوم بعمل group enter a 1 enter. تم اختياره، نلاحظ يمكننا عمل move له. الآن هل يمكننا أن نقوم بعمل الاختيار المتعدد؟ نأتي إلى هنا لنجرب ذلك. نقوم بعمل مثلا move enter select objects group enter name group A1 enter. تم اختيار A1، نأتي إلى هنا group enter A2، نلاحظ تم كذلك اختيار A2. نفس الشيء group enter A3 enter، تم كذلك اختيار الجروب ذو التسمية A3، نقوم بعمل move له. نلاحظ ثم عمل move له بنجاح. يعني باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا عنا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.